بعد زيارتها إلى المنطقة الصناعية بالجرماية في 25 من ديسمبر من العام 2019، فإن وزيرة المناجم والتنمية الصناعية التجارة وترقية القطاع الخاص أش تجبرين سي برفقة معاونيها تتوقف على عدد من الشركات والمصانع بمختلف دوائر العاصمة أنجمينا. وتهدف الزيارة التي تعد الأولى منذ تعيينها على رأس وزارة الصناعة وترقية القطاع الخاص إلى تفقد سير عمل هذه الشركات والتعرف على أبرز العقبات التي تعيق عملها. واستهلت الوزيرة زيارتها بشركة تحويل الأسلاك إلى زنك وصناعة الصابون الكائن بحي قاسي على ضفاف نهر شاري بالدائرة السابعة، وتفقدت فيها مختلف أقسام ومخازن المصنع، مستمعة على شروحات مسؤوليه الذين دعوا الحكومة من خلالها إلى ضرورة تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على خام الحديد والمواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج. وبعدها وصلت الوزيرة أش تجبرين سي زيارتها لتقف في الشركة التشادية للمياه المعدنية التي تتخذ من حارة فرشة بالدائرة الأولى مقرا لها، والتي هي قيد التشييد، ومصنع إنتاج زيت الطعام الصينية الكائنة بالمنطقة الصناعية بالدائرة الأولى والتي تزود السوق بكميات كبيرة من منتجاتها، إلى جانب مجمع الكيمياء الساحلي الذي يصنع فيه مختلف أدوات الاستخدام المنزلية لا سيما الحصير المعروف بالبريش. وكذا الشركة التشادية للاستثمار الصناعي والمعادن التي تنتج فيها الأنابيب البلاستيكية. وتوجت هذه الزيارة بمصنع يس لطحن الذرة الشامية، وفور وصولها تفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها مختلف أجنحة المصنع، بدءا بقسم الإنتاج الذي يتميز بأحدث الآلات مرورا بمخازن الشركة. هذا وبعد مختلف الشروحات التي قدمها مسؤولي المصانع، وعدت الوزيرة بالعمل على رفع جميع التحديات التي تواجههم. المشاكل والصعوبات القاعدين وجودة نقول يخش منسترات تتين، منستر هنا انرجي وبترول ومنستر هنا فينانس. مش ما شفتو ده برا من ازين هنا، انا مصر ده هنا تشاد هنا جاي من بالا، لكن اخرين شفت ده خمام القارين يخدموا بيا ده الا يجيبوا من برا، من هنا كما بنلاقي وعدين يمشوا اند يمشوا ماليزي بيت يجيبوا خمام ده، لكن وقت خلاص كان جاء لي يدخل في تشاد يخدموا بيا كمان ما دوان ده ما جا يستفقوا نخدموا بتان ما منستر هنا في ناس نشوفوه نناقشوا ونشوفوا شغل اللي يقدروا يعرفوا شيء كي عشان كي أخوانا القاعدين يساعدوا للبلد ده، هم كلها يلقوا شيء كي من يأكلوا، والناس القاعدين يخدموا في يزين ده كلها يقدروا يشولوا يالنا لشان يقدموا زيادة. علما بأن هذه الزيارة التي استغرقت قرابة 10 ساعات سمحت لوزيرة المناجم والتنمية الصناعية التجارة وترقية القطاع الخاص أش تجبرين سي بالوقوف على 5 مصانع تقع في مختلف دوائر العاصمة أنجمينا، وكذا التعرف على جميع الإشكاليات التي تواجه المصانع الخاصة والتي تساهم بدورها في تزويد الأسواق بالمنتجات المحلية.